سمير خبرني شو هالإيفنت الحلو شيء خارج عن المألوف ليه اخترتوا تعملوا حفلة مع إطلاق الجوك الجديد 2015؟ لك الجوك سيارة جريئة اللي بيشتري جوك دارين جريء واللي بيشتري جوك بياخد ستاند إنه شو رأيه بكل شيء والجوك الجوك على الديزاين على البرفورمانس على التكنولوجي فالإيفنت اللي عملني إيفنت جريء على كسب الزبون تبعه وعلى الهايلايتس تبع السيارة اللي هن الديزاين التكنولوجي والبرفورمانس. شو في جديد فيها للسيارة؟ شو تغير فيها للجوك 2015؟ عندك تغييرات بالديزاين على البروجيكتر LEDs عندك الكونكتيفيتي اليوم الجوك سيارة كمان لليونغ والكونكتيفيتي هون على السوشيال ميديا بين السمارت فون تبعك والسيارة النيو اوديو سكرين عندك الرير فيو كاميرا من البيز جريد هذا الشيء مش موجود على غير موديلات السوق وعندك اليوم كمان عم نعمل كوميونيكيشن على الموتور التوربو اللي هو 190 حصان اللي بحب سبورتي كار. اوكي وشو الاسعار رح تبتدي تقريبا وامتين رح تصير سياره افيلبل بالسوق متوفره؟ لك الاسعار بير ماركت بعطيك الاكزاكت نمبر. اوكي امتين رح تكون متوفره بالاسواق؟ اللانشينج هلا سو يعني هلا صار في اي شخص ينزل على الشو روم ويلاقي الجوك الجوك بس بعطيك البرايس رينج. اوكي $100. ثانك يو فيري ماتش سمير. اهلا وسهلا فيك. يلا بليجر. باي باي.